يقول السائل: جمعية حج وعمرة تضع رصيدها في بنوك ربوية، وأنا عضو بها ونصحتهم بأن ذلك ربا ورفضوا نصحي. السؤال: ما هو موقفي وأنا عضو في هذا؟ عضو لا تشارك في هذه الجمعية التي ترابي وتستثمر أموال الجمعية بالربا، لا تشارك فيها ولا تكن عضوا فيها، خصوصا لما رفضوا النصيحة، فإن هذا عمل محرم، فلا تتعاون معهم عليه. نعم.